ناخذ 3 بوان سيرتو انا كنعرف ملي كتربح كتعرف ملي كتربح فرق كبار بحال الرجاء بحال الوداد هادي هذا كيعطيك واحد كيعطيك واحد لونفي باش تزيد تكمل وتزيد هذا وهذا اللي الحمد لله اللي تعتيني يعني ما كانش بالسهل يعني بتضافر جهود لا باللاعبين اللي كاينين لا اللي بليسي لا اللي كانوا في لو بونتوش يعني كاملنا كنا متحدين كنا عارفين بان خاصنا ناخذوا لي 3 بوان والحمد لله وكنتمنى لك قلت لك هذه 3 بوان تخلينا يعني نبقاو غادي مزيان في الباركور في الريتور دو الشامبيون قال لك لو كونت حنا باريسبي لي زوتر ايكيب ما تنقولوش حنا لو شامبيون حنا كنشوفوا ماتش بار ماتش يعني وحنا غاديين حنا غادي حنا ما كرهناش حنا اللعابه حنا ما كرهناش ان حنا يكون ندخلوا لتاريخ الفريق تاعنا ناخذوا ان تيتر اللي شحال هذا الجمهور يعني متعطش له هذا ونرجع لك النقطه اللي قلتي لي تاع مورا المغرب تطواني يعني ما تنساش انه فريق حسنيه تقادير يعني من مقابلات المغرب تطواني يعني كانوا بزاف ديال لي بليستور يعني الا جيت تشوف الفريق ديالنا كان بزاف ديال لي بليستور وكاينين اللعابه اللي هما بليستي وتيلعبوا بحال امين بحال ياسين بحال عبد الله ربيت انا كنت يعني كانوا دي بليستور ولكن ما كتضطر تلعب يعني ما عندك كدير خاصك تلعب وخاصك هذو كانوا بزاف يعني كانوا بعض الاكراهات يعني منهم لي بليسور كاشاني تا هو كاشاني تا هو يعني كنتمنوا يعني دابا راه كما كتشوف يعني بداو تيرجعون بدينا كنريكوبيرو لعابه وكنتمنوا يعني ريكوبيرو بوفتيني يعني تا هو في قريب العاجل وانا راه ما عمرني نقدر نقول لك حنا غنلعبوا على الشامبيون ما نكذبش عليك واخا ربحوا مدريد ما يمكنش فهمتيني يعني هذا ان برانسيب بينو بين لو كوتش جامي غنقولوا حنا لو شامبيون ماتش بار ماتش على لا فان سيزون فيرا ان شاء الله كنتمنوا اللي مالا هذا ما كان حد يقول لك قلتوا لينا يعني باش الا كانت شي حاجه في الخاطر ما يحاسبوناش حنا يقول لك انتوما قلتوا لينا فهمتيني حنا ما قلنا والو صافي هذا ما كان شكرا بزاف